هاي يا جماعة، مين فينا مش بيعاني من تساقط الشعر من ستريس او مع تغيير الفصول؟ تعالوا اقول لكم انا بتعامل ازاي مع تساقط الشعر بتاعي. ده بطل الحلقة النهاردة، دي مايت الروزماري. تعالوا اقول لكم انا بستخدمه ازاي وبعمله ازاي. اصلا بعمله ازاي، اول حاجة بجيب زرعة الروزماري وبحطها في الحلة وبحط عليها مية ان هي بس تكون مغطية، وبغطي الحلة وبسيبها لمدة ساعة. بعد اول تلت ساعة بفتح الحلة ببص بلاقي الروزماري غطس تحت والمية هي اللي فوق، اقوم مغطيه الحله ومهديه النار واقوم رايحه تلت ساعه تانيين بعد كده اقفل النار وبنسيبه متغطي لحد ما يبرد. اول لما يبرد خلوا بالكم ما تحطوش زيت بلاستيك عشان السخن مع بلاستيك بيوقع بلاستيك اصلا، مش هتبقى ماسكه نفسها، فخلوه يبرد خالص في الحله. بعد كده بحطوه في حاجه بلاستيك او حاجه ازاز. ده بستخدمه ازاي؟ هما ثلاث طرق. اول طريقه بعد الدش بتبقى اخر شطفه بميه الروزماري. تاني طريقه الصبح اول لما بتصحي، خلصتي الروتين بتاعك، خلصتي كل حاجه، بتحطيه على فروه الشعر وبتحطيه على شعرك عادي، هيديكي تو ريزلتس حلوين قوي. اليوم كله هيبقى شعرك بيلمع وفي نفس الوقت هيطول لك شعر. ثالث طريقه واخر طريقه هي بالليل قبل ما تنامي تغرقي السكالب بتاعتك، فروه الراس كلها، تعملي مساج بعدين تلمي شعرك وتنامي. اخر طريقتين لو استخدمتيها كل يوم وواظبتي عليها على فروه شعرك وعلى شعرك هتلاقي لمعه شعرك وهتلاقي شعرك طويل قوي في خلال شهر. بالنسبه للناس القلقانه ان الروزماري تنشف لها شعرها، انا ممكن اقول لكم تيب انا بستخدمها في كل حاجه ممكن تنشف لي شعر. بحط الروزماري على فروه الشعر وبعمل حمام كريم من شعري من تحت عشان ابقى مستفاده من الاثنين، هنا يكون طري في نفس الوقت هنا يكون طويل لي شعري. خلي بالكم ان صلاحيتها 7 ايام بس ولازم تحطوها في التلاجة. لو سبتوها ونسيتوها افتحوا وشموها، لو لقيتوها ريحتها وحشه يبقى بلاش تحطوها اصلا، وكده كده هتلاقوا فيها عفن كده، فمش احسن حاجه ان احنا نستخدمها. وبس كده.